وصفة لفتح الشهية دكتور عماد أكيد الوصفة غادي ناخدو فيها البابونج وغادي ناخدو فيها الحبق إذا المعلقة صغيرة ديال البابونج ومعلقة صغيرة ديال الحبق وبجوج هما المذاق ديالهم زوين يعني الوليدات ما غينفروش منها يمكن يتقبلوهم فكناخدو نص معلقة من هذا الخليط هذا وكنديروها في كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق مزيان من بعد كنصفيو وكنعطيوها لوليداتنا ربع ساعه قبل الاكل يمكننا <applause> نحليوه ماشي مشكل ونعطيو الوليدات واحد المده ديال شهرين اذا نداوموا لهم عليه شهرين باش كتقاد عندهم الشهيه <applause>